وصلت الى مدينه العريش بمحافظه شمال سيناء قافله المساعدات التي نظمها التحالف الوطني ومؤسسه حياه كريمه طبقا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدعم الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزه وتحمل القافله مئات الاطنان من المساعدات الغذائيه والطبيه وغيرها احنّا طبعًا العربيات اللي قُدام حضرتك دي بتُعتبر القافلة الأولى اللي وصلت، هناك بعض الإستعدادات في في الجمعيات الأهلية على المستوى بالكامل، العمل بتاعها عمل جماعي، إن شاء الله في معونات تانية هتوصل، واللي عايز أقوله تاني برضو إن احنّا وصلنا معونات من الطيران، يعني احنّا نزل إمبارح في مطار العريش إمبارح وأول إمبارح ست عربيات محمّلين بال المواد الطبية كلهم معظمهم يعني زائد بعض الاحتياجات الاخرى ولكن التركيز الرئيسي في النقل الجوي على الـ 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 الادوات الطبية والاحتياجات الطبية اللي موجودة. احنا بيشرفنا النهارده ان احنا نشارك في قافلة التحالف ب 15 تريلا، التريلات فيها مواد غذائية، بطاطين، ملابس اطفال وادوية. واول ما يعني تم دعوتنا ويعني ان احنا نشارك في القافله وطبعا توجيهات ست الريس على طول متطوعينا والمؤسسه كلها كل جهودنا ركزنا عليها ان احنا في 3 ايام نجهز التريلات في النهارده بيشارك معانا مجموعه من المتطوعين من اهل العريش كمان موجودين فيعني الاجواء كلها حماسيه تلبيه لتوجيهات سياده الريس وعشان خاطر نبقى جنب اخواتنا في فلسطين باذن الله الحقيقه احنا سعداء جدا النهارده بوصلنا الحمد لله بالسلامه لمدينه العريش احنا وصلنا يعني لسه من ساعات قليله بعد ما اتحركت قافله تعتبر هي الاكبر اللي اتحركت من مصر قافله التحالف الوطني العام الاهلي التنموي ودي الحقيقه بتضم حوالي 106 شاحنه محملين بكل انواع المساعدات الانسانيه اللي هيحتاجها يعني اشقائنا في غزه وده جاء نتيجه توجيه من القياده السياسيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحقيقه يعني سيادته مهتم جدا بالقضيه وفي تدخلات على مستوى كبير جدا من الدعم والتواصل الدولي ل يعني تنسيق دخول المساعدات الانسانيه ومسارات امنه لها الوصول لاهلنا في فلسطين